بيدا دياولي اليوم جيت وما جيتش بيدي خاويين. اليوم جبت لكم الوصفه تحت طلبكم لتكبير فقط المناطق الانثويه. ما كاين لا سداري بكريشه، ما كاينينش البلايص اللي ما كتبغيوهمش والجناب وداكشي نهائيا، فقط المناطق الانثويه. صدروا المؤخره بهذه الوصفه اللي شي حاجه رائعه واعره واعره واعره. خليكم معايا. السلام عليكم كبيدات ديالي، السلام عليكم يا احلى وارقى متتبعات ديال قناه كفطر فلوغز. نتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير وبالف صحه جيده. نتوما وليداتكم، عطله سعيده لكم لوليداتكم والاهل ديالكم. ايوا هذه هي الفرصه ديالكم باش تنوضي تحيدي ليا من العكاز وتتبعي الوصفات ديال الوجه. تحيدي كل فلافيك شي كل الا كنتي ضعيفه تنوضي تحيدي ليا ديك النحافه وتديها في راسك في شعرك في وجهك في جياتك في رجيلاتك. المهم اي حاجه كتمتلكيها وهي خاصها تكون غاليه عليك وتطلعي فيها وكل حاجه ديري ليها داك الشيء اللي خصها يدار. المهم كبيدات دياولي لاول مره كيتصادف مع القناه، مرحبا والف مرحبا. هذه هي القناه اللي خاصك تلايكيها وتوصلها لي بزاف ديال اللايكات. عافاكم البنات، حاول انكم تبارطاجيو القناه ديالي وتلايكيوني بزاف باش يوصل لي فيديو ديالي يوصلوا بزاف ديال الناس، باش تبارطاجا هكا القناه ديالي ويطلعوا لي فيديو. الله يخطيكم عليا البنات على تعاونكم معايا على التشجيعات ديالكم. داك الشيء باش والله البنات اللي كنجيب لكم وصفات عندهم نتيجه رائعه، وصفات طبيعيه اللي ديرهم تغمض العينين ما تخافي من حتى شي حاجه وغير مضره بصحتكم وشي حاجه اللي تعطي النتيجه. شتي هاد الوصفه ليا اليوم والله البنات الا ما وافقتكش هاد الوصفه لا باقيش ديري شي وصفه. الله يرحم ليك الوالدين، الا ما وافقتكش هاد الوصفه ديال اليوم ما عمركي باقي تقولي ليا بديري شي وصفه ديال زياده الوزن. حيتاش سيري عند شي طبيب وشوفي عندك شي مشكل اللي ما مخليكش انك تغلاطي. حاولي تحربي الديدان، لا فيك الديدان ديال المعده، حاول لا فيك الاعصاب، راه حتى هما ما تيغلطوش البنات اللي فيها الاعصاب، راه واخا ما عتاش تاكل راه ما تغلطش. حاولوا ترخيو شويه راسكم بالبابون جو اللويزه والزعتر، عطى الله ما يدار باش ترخيو شويه والريحان زوينين البنات هادو باش ترخيو الاعصاب وديري الوصفه. بالنسبه للبنات اللي معصبين ديري هادشي اللي قلت لكم البابون جو الزعتر واللويزه والريحان علي من بعد ديري الوصفات. كيف قلت لكم وصفه خطيره مكوناتها طبيعيه، ولكن البنات عافاكم بغيتكم توصلوا عليا بزاف ديال اللايكات باش توصل اكبر ديال الناس يستافدوا منها وتعطيهم النتيجه بلا ما نطول ليك. اكيد يلا ندوزو نيشان المكونات. بسم الله على بركه الله نبداو في اول مكونات ديال اليوم البنات، وهو كونفيتور او المربى. من الاحسن يكون مربى ديال التين يعني ديال الكرموسه البنات او ديال الشريحه كيف ما شفتوه معايا البنات. اي ماشي ما باش نوريكم انا الماركه، المهم اي ماركه المهم يكون ديال الشريحه. شي حاجه اللي رائعه بالنسبه للحجم على حسب الكميه اللي بغيتي ديروا. من الاحسن انا غادي هي نوريكم وانتم الا بغيتوا ديروا قرعه كبيره ديروها. مكون رائع البنات لزياده الوزن، ولكن مع هادشي اللي غادي نخلطوا اول حاجه غادي نحتاجوا الكبيدات دياولي كيف ما قلت لكم قرعه باقي جديده. غادي خوي بحال هاد المكون كاملو ديال الكونفيتور اولا المربى غادي نديروه كاملو كيف ما شفتوا معايا. غادي نخويوه هنايا، نتمنى البنات تكون تتضح لكم الاضاءه كيف ما شفتوا. صافي خويته في هاد البليصه. غادي نزيد ليه مكون اخر اللي شي حاجه اللي واعره البنات وما تعكزوش عليهم اختهم لا حتى شي حاجه. كيف ما شفتوا معايا الحلبه، بالنسبه للبنات هنا الحلبه مطحونه ماشي حبوب، مهم كتاخديها حبوب يعني تحلي هادشي كلشي في الدار. الله يستر عليكم الله يرحم لكم الوالدين. هو اي حاجه كنقول لكم مطحونه ما تجيبوهاش مطحونه على برا الا الحاجه لا كانت قاسحه بزاف بزاف يطحنها لي قدامك وانت كتشوفي، ما تجيبهاش من عندي يقول لك يعطيني اعطيها لك ما كتكونش اصليه وما كتكونش تعطي النتيجه. بالنسبه هنا الكميه بالنسبه للقرعه صغيره هنايا ديال الشريحه ديال الكونفيتور ديال الشريحه درت لي هنا جوج معالق كبار عامرين وطحنتهم ديال الحلبه. بنات المنافع الحلبه بالنسبه لهاد الوصفه ديال اليوم شي حاجه اللي واعره للتسمين او لتكبير المناطق الانثويه. ما كتغلطش كلشي، ما كتغلطش الكرش نهائيا، كتزيد في الصدر وفي المؤخره. هذه هي الوصفه تاع اليوم هي فقط لتكبير المناطق الانثويه. بالنسبه للبنات اللي يقولوا لي ريحه الحلبه اولا الحلبه المذاق ديالها كيكون رائع وما كتكونش طاغيه ريحه الحلبه، ما كتعطيكش الريحه لانها مخلطه لينا مع الكونفيتور ديال التين، ما كتخافي منها حتى شي حاجه نهائيا. بالعكس وصفه
جد 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 مسمنه، خصوصا المناطق الانثويه كي قلت لكم، حيتاش الحلبه كتوفر لنا على ماده زائده تاع ماده الاستروجين اللي كيحتاجها الجسم في تكبيل المناطق الانثويه. الله يعطيكم الستر بالنسبه للرجال، حيتاش بزاف ديال الرجال كيدخلوا حتى هما كيبغيو وصفات يزيدوا بهم الوزن. عافاكم هاد الوصفه نهائيا واش تستعملوها، حيتاش غتزيد لكم في الصدر وكتزيد لكم في المؤخره. عافاكم هاد الوصفه فقط للنساء فقط، وبالنسبه للنساء اللي بيكبروا المناطق الانثويه. بالنسبه للناس اللي بيغلاضوا كلهم، هذه وصفه ما غاديش تليق لكم، هذه فقط لزياده المناطق الانثويه او لزياده هرمون الاستروجين في الجسم. بالنسبه للمكون الاخر البنات، الكبيدات ديالي هو حبه حلاوه. بالنسبه لحبه حلاوه الكميه ديري جهد ملعقه كبيره في قرعه صغيره. بالنسبه لدرتي قرعه كبيره دوبلي المقادير. بالنسبه للبنات اللي حبت حلاوه، كل شيء كيعرف حتى هي زياده الهرمون الانثوي شي حاجه اللي زوينه. بالنسبه للنساء او للعيالات اللي عندهم البرود الجنسي او اللي عندهم يعني تيكونوا باردين جنسيين، ما كتكونش فيهم الانوثه زايده، شي حاجه اللي واعره. حتى المذاق البنات تاع هذه الوصفه كيكون شي حاجه ما نعاودش لكم، ماشي رائع كي ديما كنقول لكم، شي حاجه اللي اكثر اكثر من رائعه وطبيعيه، ما خفتوا منها حتى شي حاجه. بالنسبه للناس اللي غادي يقولوا لي غادي نعطيوها لوليداتنا، ماشي مشكل تعطيوها لوليداتكم، ولكن من السن تقريبا ديال 4 سنوات تعطيها ملعقه صغيره في الصباح وملعقه صغيره في الليل. بالنسبه لشكون اللي ما كنصحش بها، فقط المراه الحامل هي اللي ما نصحش بها. بالنسبه للناس اللي فيهم السكري، لانه هذا شويه ديال التين كتكون فيه الحلاوه زايده. هذا الشيء علاش ما هو ما شي حاجه اللي طبيعيه وشي حاجه رائعه، محال واش معمر شي وصفه غادي تلقاوها في اليوتيوب فيها هاد المكونات، حيتاش كنجيب لكم الكبيدات ديالي شي حاجه اللي ما كتضرش، وماشي شي حاجه اللي منقوله، لا شي حاجه اللي موثوق منها وشي حاجه اللي مجربه وعلى يقين منها وما غاديش تضر بكم. صافي الكبيدات ديالي غادي تاخذي هذيك القرعه او لا قرعه اخرى، وغادي من بعد ما خلطتيه مزيان حتى يتجانسوا لينا العناصر، حيت فاش تهزي منه معلقه او تاخذي منه معلقه تكوني انك تجانس لينا مع حبه حلاوه ومع الحلبه. صافي الكبيدات، المهم نعمر هذه القرعه ومن بعد نرجع معكم. الكبيدات ديالي رجعت معكم من بعد ما خلطت المكونات مزيان. كيف قلت لكم الوصفه ديال اليوم شي حاجه اللي واعره البنات، وما تعكزوش عليها، وراه سهله مهله، ما خفتو منها حتى شي حاجه، واقتصاديه راه ما مكلفاش. يعني لا خديتي هي 4 دراهم او 3 دراهم من الحلبه و 3 دراهم من حبه حلاوه. هذا صغيره كدير بشي 8 دراهم ولا مع 7 دراهم، اللي كبر منها شي 10 دراهم. المهم البنات وصفه حسن من السيغ وحسن شي حاجه اللي واعره بزاف. من بعد ما كتخلطيهم كترجعهم نفس هاد القرعه من الاحسن، حيت هاد القرعه كيكونوا معقمين الا عندك الكونتيتي كثيره وما قدتهاش هاد القرعه، لانني انا بقيت هي كندخلها مزيان باش انها تقدني، داكشي علاش قداتني. المهم كبيدات، نتوما الا ما قداتكمش خذوا قرعه ديال الزاج، ما ديروش هادشي بالبلاستيك نهائيا، خذوها عقموها. بالنسبه لتعقيم الكبيدات عقو الماء عقو البنات، ديروا الماء يكون طيب 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 حتى يغلي بزاف عليه، تستعمليه في القرعه الا كانت خاويه ترشي بها وتوصليه وترشي بها وتخليه في القرعه مزيان هكا باش تيتعقم. بالنسبه للكبيدات ديالي اللي يقولوا لي واش نضيف لها الصوجة او نضيف لها حبه نضيف لها السمسم، ماشي مشكله البنات، ضيفوا لها باش ما لقيتو تضيفوا لها الحوايج اللي كيزيدوا الهرمونات الانثويه. حيتاش اليوم كيف قلت لكم وطاح الطلب الكبيدات ديالي، قالوا لي ما بغاوش الغلد كامل، يعني بغاو الغلد بس فقط المناطق الانثويه، يعني الصدر او المؤخره والارداف، وكذلك البنيات البنات السيقان ووليديات. مهم وصفه شاكره راسها براسها، ما نحتاجش نبقى نشكرها لكم البنات. بالنسبه لطريقه الاستعمال، بالنسبه لوليدات الصغار كي قلت لكم فوق 4 سنوات، جوج معلقات صغيورين، وحده في الصباح وحده في العشيه، وغادي تزادوا في الوزن. بالنسبه للناس المرضع لا، بالنسبه للسكري لا، لا المرضع البنات اسمحوا لي المرضع ايه، بالنسبه للحامل لا، لانها كتوفر على الحلبه هي اللي ممنوعه على الحامل. بالنسبه للناس العاديين ياخذوا جوج ملعقات كبار في اليوم حتى 3 ملعقات كبار، اللي زربان على الغلد واللي زربان على المناطق الانثويه ياخذ حتى 3 المعالق في النهار، وحده من بعد الفطور بنصف ساعه، ومن بعد الغداء بنصف ساعه، وحتى اخر حاجه تبي تنعسي يعني تاخذي معلقه كبيره وتاخذيها المذاق ديالها رائع، ما خفتو منها حتى شي حاجه، وان شاء الله وباذن الله.
نسيت ما قلت لكم واحد المعلومة، هو أنه هذه الوصفة تكون في الثلاجة، في الباب ديال الثلاجة، ما تخليوهاش في الخارج، تستعملوها في الثلاجة وتغلقوها بإحكام، يعني تسدوها مزيان، وقت ما استعملتوها تسدوها مزيان باش ما تنفس، باش المكونات يبقاو يعطيو النتيجة ديالتهم والمفعول ديالهم. الله ديروا نيتكم على الكبيدات ديالي في اي وصفه تبغيو ديروا، عقب ديروا نيتكم تقولوا الحمد لله ربي غادي يسهل عليا في هذه الوصفه، وكوني على يقين ربي غادي يستر لك، هيكون قلبك زوينه البنات. تهلاو ليا في ريوسكم، نتمنى يعجبكم ويرقكم الفيديو ديال اليوم، واكيد غادي يعجبكم، حيتاش والله القسم الا شي حاجه واعره وشي حاجه كتعطي النتيجه، احسن حاجه ديروها معايا هي تلايكيوني باش تشجعوني نجيب لكم داكشي اللي بغيتو. تهلاو ليا في ريوسكم، كنموت عليكم كنموت عليكم يا اغلى متتبعات في قناتي، تهلاو ليا في راسكم. سلامه.